سعدنا الآن بوصول الإخوة الكرام، الأخ راشد القسيمي، الاسم الكريم هود. هود من الجمعة بن سالم سعيد الدغاري. الدغاري و سالم الدغاري. ومن من الأخ راشد، ما أهمية هذه المشاركة؟ يعني اليوم سعدنا بوصول الإخوة من فريق البواسل. والنعم فيهم. الله فيكم. والله سعيد بمشاركة الشباب. ونفس الشيء بغيت أوصل رسالة. جميل. مشاركة الأطفال هلا. أها. عمداً أنا حضرتهم اليوم. جميل. حضور هنا اللي هؤلاء الأبطال جزاهم الله خير. وتعليمهم لمشاركة المجتمع. جميل. عمل الخير. ممتاز. من اسمك قلت لي؟ دغاري. هودي. هود. بيش يعني ناوي تشتغل اليوم؟ مو تسوي ناوي. تشتغل. تشتغلي على تصلح المسار. هل تشجع أصدقائك يجوا هنا؟ هل تشجعهم؟ نعم. جميل. أيضا دغاري سالم. ما أهمية تعاون الجميع لإنجاز هذا العمل؟ أنت والله مساعدة المجتمع. يعني. مساعدة المجتمع. جميل. ويحقق ماذا هذا التعاون؟ هل يحقق إنجاز هذا العمل؟ نعم نعم. إنجاز هذا العمل. ومن قلت لي اسمك؟ نوح. نوح، ما الذي شجعك لأن تأتي للعمل هنا؟ المساعدة. المساعدة، حبك لمساعدة الآخرين. جميل، جزاكم